Et c'est tellement loin encore, on a des matchs beaucoup plus importants. الأمر ما يزال بعيدا، لدينا مباريات أكثر أهمية علينا مناقشتها تخص بطولة أمم إفريقيا، علينا التركيز عليها قبل الخوض بالحديث في الموضوع. الجميع واع بأننا سنلعب ضد فريق جيد من حجم الكوت ديفوار، لكن الكرة مستديرة. إذا وصلنا تحسين مستوانا كما نحن عليه الآن فلن نخاف من مواجهة أي كان. Nécessairement pas avoir peur pour quelqu'un.